أهلا بكم من جديد. سد النهضة اتكلمنا عليه كتير، وأنا بعتقد أنه يقينا أنه السيسي باع سد النهضة زي ما باع الجزيرتين في مقابل الاعتراف والاستمرار في القضاء على الثورة وقضاء على البلد عموما وتسليمها مفتاح للجماعة الحلف الصهيوني السعودي الإماراتي. ده رأيي، وأنا بعتقد الأيام بتثبت صحة هذا الرأي يوم بعد يوم. مسألة سد النهضة حاول أن يتنصل منها واعتبر أنه هو مش مسؤول، لكن هو في النهاية قال لهم أنا ما خدتكوش قبل كده، أنا ما ضيعتكوش قبل كده، هنحلها. وحط الصورة إياها اللي أنت عارفها فاكرها لما قال لك السيسي حلها، وطلع أن السيسي حل وسط البلد واتهم ثورة 25 يناير وممكن يتهم كل الناس، لكنه عاجز فاشل أو عميل، والأخيرة هي الأقرب. الموكوس راح لأمريكا ما نصفتوش، راح لأفريقيا ما نصفتوش، لأنه في عقد أنت بايع فيه مية النيل، في اتفاق يا جنتل طلعه للناس، قول للشعب المصري أنت بتتهمني زوبع والناس اللي بره دول بيتهموني، طب أهو اتفاقية مع إثيوبيا والسودان أهي في عينيكو أهي، مفيش فيها تفريط. وعندا فيكم بقى انتوا بالذات يا بتوع تركيا وقطر والناس دي، انا هعرض الاتفاقيه على مجلس الشعب عشان يرفضها واروح مجلس الامن. لا، هي ما حصلش. راح مجلس الامن كتب خطابا بكائيا يستجدي فيه اثيوبيا ويستعطفها، نحذر من تداعيات ملء السد من دون استشاره وموافقه مصر والسودان. ردت اثيوبيا انت طز فيك وطز في السودان، مالكوش حاجه عندنا، الذي يشكل خطوره على الامن والسلم في المنطقه. ردوا عليك انهم ردوا عليه وقالوا له سلم والامن والكلام الكبير ده تقول عندكم في مصر بياكلوا منه، انما انت ما تقدرش تحرك ذره ولا سلم بلا امن. السلم والامن يتحقق بالديمقراطيه وبالتنميه، ما بتحركش بالكلام الكبير. وقال لك اتخذنا مواقف مرنة، احنا كنا كويسين معاكم يا جماعه وولاد حلال متسقه مع قواعد القانون الدولي، كذاب، وحرصنا على الاخراط الايجابي لتسويه هذا الملف بشكل عادل ومتوازن. انت سلمت الملف على الرغم من ان بناء السد تم من دون موافقه دول المصب، الا ان هذا لم يمنعنا من دخول في مفاوضات جاده مع اثيوبيا عبر عده مستويات. اولا ده انت غبي، ما انتش دبلوماسي او عميل، بعت المية وجاي تقول ايه تم بدون موافقة الدول المصب. لماذا وافقت على بنائه اصلا؟ انت قلت انه السد خليهم يبنوا السد ويستفيدوا منه ويعملوا تنمية واحنا نستفيد، انت قلت كده، وبالتالي لم تقل لا صريحة انك كنت عاوز صوت اثيوبيا وصوت افريقيا عشان اعترفوا بيك كحاكم لمصر، ولو كنت جئت قد جئت على ظهر دبابة. وقعنا اتفاق المبادئ مع رؤساء الدول الثلاث، والذي نص في بنوده على عدم الإضرار بمصالح أي دولة جراء أي مشروعات تقام على النيل. هذا النص هو فخ، لأنه الأصل أنك تقول لا أوافق على بناء السد، وما تراه أنت في النص ده أنه ضرر، هي لا تراه ضرر، وبالتالي دي حاجة بقى نبقى نناقشها بعدين. ندعو أثيوبيا إلى العودة للمفاوضات وعدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، وندعو مجلس الأمن لممارسة قدر من الضغوط على أثيوبيا. هنشحت بقى هو يا جماعة الحقونا. طيب، يمكن أن تكون، وهذا هو الكلام بقى، آثار نقص المياه بسبب المشاريع التي تطلع بها أثيوبيا كارثية، ستضيع ملايين فرص العمل، ستختفي آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية. يا حلاوة، طب احنا قلنا الكلام ده، انا كنت عملناه وطلعناه لك قبل كده في تقارير، بعد كده هوريها لك بعد ما اخلص التقرير على طول.